سيدتي وسادتي، في مختتم هذه السهرة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد والتي يقدمها لكم التلفزيون العربي من مسجد التلفزيون العربي، نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم.
سنين. وهذا البلد الأمين وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري ألم يعلم بأن الله يري صدق الله العظيم الفاتحة سيدتي وسادتي استمعنا إلى تلاوة القرآن الكريم من الشيخ مصطفى إسماعيل وبها نختتم هذا الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد وكل عام وأنتم بخير ونشكر الشيخ كامل يوسف البهتيمي وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني وفضيلة الأستاذ البهي الخولي والأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل وفضيلة الشيخ السيد النقشبندي وبطانته والشيخ مصطفى إسماعيل شكرا سيداتي وسادتي حسن استماعكم وتتبعكم وكل عام وأنتم بخير